كن قياديا، كن استثنائيا. شعار ينشده ويعيشه كل أفراد الكشافة هنا بالمهرجان الكشفي 27 بمركز شباب منشية التحرير بالقاهرة، والذي ينظم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وجود غير مسبوقة على أرض القاهرة وعلى مجال العمل الشبابي، شهدت مصر على المستويات كافة في خلال 10 سنوات تطور غير مسبوق داخل مراكز الشباب. تعريف المجتمع المصري بالحركة الكشفية وفوائد الحركة الكشفية في صورة مشرفة في شكل مهرجان، بيتم التنافس في بعض المسابقات الثقافية الفنية الدينية الرياضية الكشفية طبعا والإرشادية. تمكين الشباب أصبح واقعا ملموسا داخل المؤسسات، فهذا المهرجان الذي يجمع مئات المشاركين من 9 محافظات يقوده شباب وفتيات من بين هؤلاء القادة. أنا كنت هنا في مركز شباب منشية التحرير وأنا عندي 8 سنين. القادة الكبار اللي هم كانوا بيعلموني كان منهم القائد ياسين اللي هو نائب رئيس مجلس الإدارة، كان قبل ما يبقى نائب رئيس مجلس إدارة فهو كان عضو مجلس إدارة، وحاليا أنا عضو مجلس إدارة أنا وزميلي القائد إسلام خالد اللي هو عنده اللي عامل أرشيف الكشف. كل سنة كان كل القائد بيبقى ولد، بس السنة دي مهرجان مميز، أول قائدة بنت. أنا عمري 23 سنة، فالمهرجان أكبر مني بأربع سنين، والحمد لله قدرت أحقق نجاح كبير. أنشطة عديدة شهدها المهرجان الكشفي 27 بمنشية التحرير، لعل من أهمها هذا المعرض الذي يعد أرشيفا تاريخيا لحياة كشافة الفتيان والمرشدات والبحرية والجوية. معنا نسخ أصلية من مثلا لطائف المصورة، زيارة اللورد بادن باول ده منشئ الكشافة عالميا، زار مصر سنة 1921. دي صورة للرئيس جمال عبد الناصر كان بيفتتح المركز الكشفي البحري في اسكندرية سنة 56، بعد كده افتتح مخيم أبو قير. في ناس كتير متعرفش مخيم أبو قير، أول ما بدأ كشافة. عروض لإحياء التراث وحفلات سمر ومسابقات وورش فنية وجلسات تدريبية، أنشطة استقطبت الأطفال من محافظات عدة لتبادل الخبرات مع مجموعات منشية التحرير الكشفية. محافظة الإسماعيلية، احنا جايين هنا مهرجان منشية تحت شعار كن قياديا كن استثنائيا، جايين نتعرف على خبرات جديدة ونكتسب أصحاب جديدة. أنا من محافظة القاهرة واستفدت من الكشافة، يعني مثلا حاجة اسمها سيمافور. سيمافور دي أنا قبلها يعني مثلا لو كنت مخطوفة أو في بحر في أي حاجة ممكن نتكلم على طريقة الإشارة. مركز شباب مدينة العريش، جاية هنا الكشافة علشان أتعرف على ناس جديدة، أخلي عندي ثقافة أكتر عن المجتمع وكده. يذكر أن المهرجان الكشفي بمنشية التحرير بدأ منذ عام 1993 وشهد تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، حتى أصبح من أهم التجمعات الكشفية على مستوى الجمهورية. من مصر، محمد شاهين.